اهلا كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير تكون اموركم جيده مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وشاركم بروكا باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحه والسلامه والصحيحه اللي هي اهم حاجه لا فيديو ديال اليوم بديتو معكم من الصباح منين خملت الصالون يعني الصالون راني هزيتو لان مي تنقولوا العيد تنقول كنمشي عند العائله ديال الزوج ديالي كنعيدو كاملين ضروري عندنا العيد نجمعو مع العائله لان الحلاوه والجو ديال ديال العيد ضروري تكون مع اللمه ديال العائله واللمه ديال الاحباب يكونوا الوليدات مجموعين ناشطين ضحكين يعني هاد الاوقات هادو راه مره فشحال فاش كي فاش كتكون ضروري الواحد يستغلها بواحد الطريقه اللي زوينه قولوا لي اذا نتوما في التعليق واش حتى نتوما مازال كتعيدوا مع العائله ديالكم أه باقي كيتجمعوا العائله الحباب الصغار والكبار ما كنتمنى انكم تخليوها لي في لي كومونتير بالنسبه للصالون راني جمعته كامل باش هكا يتفوه باش ملي نرجع لقاه تفوه لان حنايا في قنيطره عندنا شي شويه الغمال فضروري مره مره انني نهز الصالون هكا يتفوه عاد نردو لبلاصتو مباشره غادي ندوز معكم الكوزينه باش غادي نجرب معكم الاير فراير اللي خديت مؤخرا لانني وعدتكم انني غنجربها معكم واخا راني ما طيبتش فيها بزاف ولكن اول تجربه درت فيها يعني بهاراتني بالطريقه ديال الطياب ديالها وقلت ضروري غادي نصور لكم اول حاجه خديت الفريت قطعتها قطعه اللي كنديروا بها الفريت قطعتها وغادي نديرها فوق البوطه مع شويه ديال الملحه غير طلع فيها الغليه ونطفي عليها ضروري باش تجينا الفريت بحال هذيك اللي كناخذوا من المطاعم تماما ولا اللي كناخذوها من كونجلي نديروا لها غير طلع فيها الغليه وعدنا نديروها طيب هكا كتجي مقرمشه بواحد اللذه بواحد المنظر ديالها كيجي زوين بالنسبه للاير فراير ديالي غادي نغسلها بالنسبه لذاك البانيرا ما كيتغسلش غير كيتمسح فقط وهاد الشبيكه ضروري غسلتها وغادي نشفها وغادي نحطها باش غادي نطيب فيها ان شاء الله أول استعمال غادي ندير فيها البطاطا ديالي وغادي ندخلها للاير آه، فراير بالنسبه للباني كيف ما شاركت معكم راه كبير كتهز 8 لتر هذه راه يمكن ليها تهز حتى جوج دجاجات طيبيهم دفعه واحده ما عندهاش مشكل بالنسبه لهذا الاير كيف ما شاركت معكم في الاول كنتحكموا في الوقت وكذلك في درجات الحراره كنختاروا شنو بغينا لان عندنا بزاف ديال الصور شنو بغيتي طيبي الفريت الحوت آه، الدجاج المهم اي حاجه انا غادي ندير آه، الفريت وغادي تطيب ليا في 15 دقيقه وغنديرها على 200 درجه أه قبل ما تكمل الطياب ديالها فانا جبدتها باش نطلع عليها المهم راكم كتعرفوا اول استعمال كنكون نتيستيو الحاجه كيفاش كدير راه ما بقى ليها والو لان مازال ما كملت 15 دقيقه صافي غادي نردها باش غادي تكمل الطياب ديالها واللي زوين هو انكم ملي كتحلوها وتعاودو تردوها ماشي كتبدا الوقت ازيرو وانما كتكمل على داك الوقت فاش وقفات يعني جبتوها في 3 دقائق تردوها غتكمل في 3 دقائق وهذه شي حاجه اللي زوينه ما كنتش كنلقاها في الافراير ديالي الاولى شوفوا معايا المنظر ديال الفريز كيفاش داير كتجي ما شاء الله منفوخه كروكون ومقرمشة أنا غنخلي لكم الصوت ديال الفريز كيفاش كتسمع باش تشوفوا التقرميشة وتسمعوا التقرميشة كيفاش دايرة وخا الصوت ديال التلفازة ولكن غادي نخليكم باش تسمعوها ما شاء الله طيبات بواحد الطريقه اللي عجبتني بزاف شجعتني انني آه غنبدا نستعملها دائما كنشجعكم انكم تاخذوها فريمون زوينه بزاف بالنسبه لهاد الافراير اللي ما تفرش في الفيديو اللي قبل فانا خديتها من عند عصام شوبينغ اللي غنخلي لكم جميع المعلومات ديالهم في صندوق الوصف ملي تيقرب العيد كناخد كاع داكشي اللي كيخصني باش كنقاد الطبيله ديال ديال العيد اولا ديال الضيوف اولا مهم كاع داكشي اللي كيجي متيول فوق الطبيله خديتو خديت شي حويجات اللي كانوا خاصيني اللي ما عنديش يعني ماشي ديجا كاينين عندي وعاود خديتهم هادو ما عنديش لقيتهم فواحد الصفحه سوغ انستغرام عندها ما شاء الله داكشي تيحمق لقيتها غير بالصدفه عندها داكشي انيق ومتيول شوفوا معايا هاد لي كاش بلاطو اللي خديت اولا لي فون دو بلاطو كيحمقوا شي حاجه انيقه فيهم هذا الموتيف هذا ديال القفطان هذا يراه طريزه آه يعني بالالوان وفي هذه التوشه كيبصق لي شي حاجه اللي كتحمق هذا لي لي فون دو بلاطو سوا ديروهم لاتاي اولا البلاطو ديال القهوه كيجيو كيحمقوا في الحطه ديالهم انا غادي نبارطاجي معكم كيفاش كيجيو في الحطه ديالهم لانني قديتهم معكم باش تشوفو سواء كنحطوهم على لي طاس ديال لي كافي اولا مع كويسات ديال اتاي كيجيو انيقين كيدلو على شي حاجه الفخامه والرقي بالنسبه للاثمنه عندها جد مناسبه وكدير خدمه التوصيل المغرب كامل خديت هاد الموتيف هذا ديال القفطان اللي بالالوان اللي حمقني هذا كيجي مع اي حطه حطيتوها هذا شي شويه عصري خديت زواقه اللي بلديه هذا سيرتو غيجي مع البلاطو ديال آه ديال اتاي شي حاجه آه بلديه تراديسيونيل هذه فيه طريزه آه خفيفه بسقلي كتحمق هادي اما بالنسبه لاكاليتي ديال التوفه ما نعاودش لكم غزال بزاف عطيتو راه طايح ماشي بحال داك لوغانزا اللي كنلقاو في لي فون دو بلاطو وطريزه مفينيه مزيان انا راه كنديطايي الحاجه لواحد الدرجه اللي كبيره كان انسيستي دائما على لا, لا ديال ديال الخدمه زوينه بزاف بالنسبه لهاد الثوب هذا راه زوين بزاف وسهل في لونتروتيان ديالو فقط كندوزو غير بصابونه وكيتحيد منه كاع لي طاج ما نحتاجوش اننا نديروه كاع في لا لافي مع الحوايج فقط كندوزو لي دو هكا يا غسيله خفيفه وكنشروه وكيرجع معنا كيف ما خديناه اول مره بالنسبه للنوع ديال الثوب انا كنت ديجا سولتها قلت لها شنو سميت هذا النوع هذا ديال الثوب قالت لي سميتو بوليكوتون ما عرفتش ديجا سمعتو به ولكن هاد الثوب هذا راه زوين بزاف هاد آ... في كاليتي ديالو في هاد لي فون دو بلاطو خديت لي فون دو بلاطو وخديت كذلك هاد لي سيت دو طابل لانه كانوا عاجبيني مش شحال هادي ولكن ما كنتش كنلقى شي حاجه دو كاليتي وما كنتش كنلقى بحال هادو هادو سيميلي كوير هادو يمكن لينا اننا غير نمسحوهم وخيت يتوسخوا راه دايرين بحال داك لابليكون ديجا خديت غير كنمسحوهم هكايا وفيهم حتى دوبلور من اللور يعني كي بروتيجيو لينا هاد هاد لي سيت دو طابل باش ما كيفسدوش لينا كندوزو عليهم سي حقيفه كيرجعوا معنا كيشعلوا انا غن منسي ليكم كيفاش كيجيو في الحطه ديالهم كيجيو كيحمقوا سواء كتجي كي كيجيو في الحطه بلديه او لا في الحطه عصريه انا غادي نحن نجرب معكم هادشي كامل ونحطو معكم باش تشوفوا الحطات ديالو كيفاش كتجي كي هادو سواء نحطوهم للضيوف اولا نحطوهم غاليين حنايا كيجيو غزالين في يعني في الطبيله ديالهم اولا في التقديم ديالهم جميع المعلومات ديال هاد السيده غنخليها لكم في صندوق الوصف قلت ضروري انني نجرب معكم هادشي الشيء اللي خديت باش نشوف كيفاش كيجي كي في الحطه ديالو انا من النوع ملي اللي كنشري شي حاجه ضروري كنبغي نلبسها أه واخا باقا جديده كنبغي نجربها وقلت سي لوكازيون باش نجربها قدامكم باش نشوفوا كيفاش كيجيو كي هاد لي فون دو بلاطو هما محطوطين جربتهم معكم ولكن فريمون كيجيو خطيرين جدا كيجيو غزالين بزاف عجبوني بزاف سيرتو ديك ديال القفطان كتجي هماويه وكتجي زوينه بزاف عندها بزاف ديال لي موتيف بزاف ديال ديال الزواقات مي انا عجبتني هذه هذه جاتني عصريه او ميم بلديه يعني فيها شي حاجه اللي كدل على تمغربيت ديالنا القفطان المغربي راه راه ديالنا آه بالنسبه لهذوك لي سيرفيات كنديرهم هكايا في الكويسات اولا الا بغينا نحطوهم مع لي بلاطو ديال ديال القهوه كنحطوهم حدا لي طاس المهم آه دابا نجربهم معكم ان شاء الله في فيديوهات اخرين باش هكا ما يجيش آه الفيديو طويل وتشوفوا في الحطه ديالهم كيفاش كيجيو ما شاء الله كيجيو رائعين بزاف شوفوا في الحطه ديالهم كيفاش كيجيو انا قلت ضروري نجربهم معكم باش تشوفوا الحاجه ملي كتحط ومني كتبريزونطا عاد كيبان لو شارم ديالها اخرى بغيت نشاركها معكم هما هاد هاد لي ناب وهاد لي سيرفيات هادو اللي كنحتفظوا بهم في الماريو لان بيان سور كنحتفظوا بهم في شي بلاصه اللي تكون بعيده ما فيها الرطوبه ومني كنشوفوا بلي راه تقاسوا لينا بشويه دوك لي طاش دو الصفر اولا شويه ديال الغمال الحل الوحيد اللي يمكن لكم انكم ديروهم ليهم باش يرجعوا لكم كيشعلوا انكم ديروا لهم ترقدوهم في بيكربونات والخل وشويه ديال الاريال اولا مسحوق ديال الغسيل وكيوليو كيشعلوا لهم شويه ديال الماء وتخليهم يترقدوا شويه فريمون كيرجعوا بحال الا يلا شريتوهم اول مره بيان سيو غادي نشارك معكم حتى هاد لي سي دو طاب اللي خديتهم من اللي خديتهم حتى هما بالنسبه لهادو انا خديت ثلاثه في الدوغي وثلاثه في لارجونتي فيهم هذيك الطريزه ديال السقلي وحده بالدوغي وحده بالارجونتي خديتهم من هاد لاباج اللي كنت شاركت معكم في الاول وبالنسبه لهذا السيرفيس هذا اللي كيحمق كيجي انيق يعني بزاف كيجيو فيه 24 وعشرين آه هذا خديته من عند زاكا كويزين كنت قلت لكم ديك المره انا خديت من عندهم آه دي كل وحدة اخرين ولكن ما غاديش نبارطاجي معكم كل شيء بدقه باش هكا ما يجيش ما يجي داكشي مخربق ويجي داخل داكشي ديال العيد مع هاد لي سيرفيس عندهم بزاف ديال لي سيرفيس كيحمقوا دخلوا لا باج انستغرام ديالهم اولا لو سيت ديالهم وغادي تلقاو داكشي عندهم كيحمق عندهم داكشي زوين ودو كاليتي يعني سوا البلاستيك اولا البورسولين اولا اي حاجه غادي تحتاجوها فانتوما غتلقاوها عند ساكا كويزين اللي عندها بزاف الفروع ديالها في المغرب خديت من عندهم ايضا حتى هاد لي كاغاف هادو هادو كيحمقوا حتى هما خديت منهم غير سته ولكن ملي شفتهم حمقوني قلت ان شاء الله مره اخرى ملي نعاود نرجع عندهم غادي ناخد ست وحده اخرين كيجيو بهاد لي باي ديالهم حتى هما ديال الزاج هاد بغيت نقرب لكم باش تشوفوا هاد لي سي دو طاب اللي هضرت لكم عليهم فاختريت هاد الموتيف هذا عندها بزاف ديال لي موتيف وعندها بزاف ديال الالوان كتختاروا داكشي اللي بغيتو نتوما اللي تماشى لكم مع الثيم اللي بغيتو انا خديت في الباش باش هكا يجيني معاها كلشي خديت ثلاثه مطروزين بالطوغي وثلاثه مطروزين بلارجونتي وبالنسبه لهاد لو سيرفيس اختاريت هاد المره انني ناخذ هاد هذا اللي فيه نواغ لان ما عندي حتى شي سيرفيس هكا في نواغ عندي في الدوغي عندي في, في البيض ولكن هكا في البيض ونواغ ما عنديش حمقني هذا مني شفتو عندهم بالنسبه لهاد لو سيرفيس راه كيجيو فيه 24 بياس وبالنسبه لهاد لي كاراف كما قلت لكم خديتهم حتى هما من عندهم كيجيو زوينين في الحطه ديالهم عاد لي باي ديال ديال الزاج ماشي ديال البلاستيك وبالنسبه لهاد سيرفيس كيجيو منو سته من كل بياس سته من لي زاسيات الكبار سته من لي زاسيات كروز وستة من هاد لي بول هادو و كاينين سته ديال الطبيصلات وحده اخرين يمكن لينا نحطو هاد لو سيرفيس على جوج ديال الحطات سوا بحال هاد الحطه هادي اللي كندير فيها الطبسيل الكبير من فوق منه هاد لاسييت هذا آه كروز من فوق منه البول اولا الحطه الثانيه اللي كنحط فيها آه كيكون كندير فيها الطبسيل الكبير من فوق منه واحد لاسييت وحده فوق منه البول كيجيو زوينين آه كيف ما حطيناهم كيجيو زوينين ورافقتهم بهاد لي كاغاف هادو بهاد لي باي هادو اللي عجبوني بزاف بعض السيدات كانوا قالوا لي عطوني آه ملاحظه في الانستغرام ملي حطيت لكم آه هاد الحطه هذه قالوا لي آه ما جاش ابدا هادوك آه المعالق والمواس ما جوش مع هاد السيرفيس هذا اللي فيه و والبيض انا بالعكس جاوني مواتين لان البلون والنوار كيجيو مع اي حاجه سواء الدوغي او بهدوك الدوري. يعني لا لارجونتي سيرتو انني رافقتهم بهذوك لي اللي فيهم واحد لا توشا في الدوغي يعني بحال الا عطات ام تي رابيل المهم انا عجبتني هكا كيف في الحطه ديالها المهم حتى تقولوا لي حتى الملاحظات ديالكم واش عجبكم بحال هكا اولا من الافضل انني نرافقهم بلي ميناجر في لارجونتي مباشرة غادي ندوز معكم الكوزينة وغادي نحضر معاكم واحد لي اللي, اللي كيجيو رائعين بزاف كيجيو زوينين كون ديجا شاركتو معكم في الانستغرام وعجبوكم بزاف وجربتوهم انا عارفة بلي هاد الوصفة ما غتحتاجوهاش دابا لان دابا موسم ديال ديال العيد ما كنحتاجوش بحال هاد الوصفات ولكن مورا العيد سجلوا عندكم الوصفة ان شاء الله غادي تحتاجوها لان دابا كنبغيو الوجبات اللي تيبغيوهم الاطفال كيكونوا دابا عطلة كنبغيو نصيبو شي حاجه اللي نديوها مع نديوها معنا سيغتو في الخراجات اولا في النزهات اولا البحر وهاد لي كوفر كيجيو رائعين بزاف ساهلين بزاف في التحضير ديالهم كيجيو مقرمشين وكيجيو لذيذين بزاف هادو احسن بزاف من هادوك لي كوفر اللي, اللي كيجيو سائلين غنخلي لكم المقادير وطريقه التحضير غنشاركها معكم ان شاء الله في اخر الفيديو لان هاد الوصفه كيجيو زويني انا متاكده الا جربتوهم غادي يعجبوكم آه كيجيو محمرين مع واحد السر غنشاركو معكم كيجيو مقرمشين تيبقاو محتفظين بالتقرمشه ديالهم عاد كيجيو كاراميليزي وكيجيو معلكين عاد كيجيو فنين بزاف واخا تكونوا ما عمركم ان شاء الله اول مره وغادي تصدق معكم فقط كتحتاجوا هذه الاله ديال لي كوفر وكتبزل المقادير والطريقه سهله بزاف غنشاركها معكم ان شاء الله دابا بالنسبه لهاد لي غوفر كيحتاجوا ضروري العجانه باش كيكونوا تيتعجنوا مزيان غادي نديروا الحليب غادي نديروا السكر غنديروا الخميره او الساشي ديال الفاني غادي نحركو مزيان غنخليهم خمسة ديال الدقائق ولا مهم غير جوج دقائق لان دابا الحال سخون غير بيد ما يتفاعل لينا الخميره من بعد كنزيدو الطحين وكنزيدو واحد البيضه وكنديروهم يتخدمو لينا مزيان ويتعركو لينا حتى تعجل لينا العجينه مزيان من بعد كنضيف 100 غرام ديال الزبده كنزيدها شويه بشويه حتى كتدخل هي مزيان في العجينه العجينه ضروري كتجي على هذا الشكل هذا كتجي كتلصق في اليدين وكتجي آه مرخوفه باش كيجيونا هذوك لي كوفغ زوينين كنغطيو لي البول ديالنا وكنخليوه حتى كيخمر من بعد كنشكلو كويرات اللي كيكون الحجم ديالهم 40 غرام كندهنوا هاد الاله ديال لي كوفر وصافي وكندوزوهم في شويه في سكر كلاصي وكنحطوهم في الاله ديال لي كوفغ 6 دقائق حتى كيتحمروا لينا بالنسبه للبنات اللي عندهم سكر بيرلي كديروه حتى هو في العجينه كيعطي قرمشه زوينه انا غير ما لقيتوش وعودتو بسكر كلاصي كيجيو رائعين بزاف معلكين وما كيجيوش حلوين بزاف كنتمنى انكم تجربوهم بالنسبه للمقادير مضبوطين غنخليها لكم مكتوبين اسفل الفيديو كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وكنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالتعليق ديالكم زوينه والسلام عليكم خليتكم في امان الله